الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. لو أن الأمة عملت حقيقة بما في كتاب الله وبما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط في هذا الشهر فقط، لو أنها رجعت إلى التنزيل عملا وتطبيقا وإصلاحا وصلاحا وتغييرا، والله الذي لا إله إلا هو لترى من عجائب نصرة الله، ولترى من آثار فيوضات عطاء الله، ولترى من أمطار سحائب جود الله ما لا يخطر لها على بال. العمل بالتنزيل، ولكنها وللأسف صاغت يومها وبرنامج ليلها ونهارها من خلال الإعلام الماجن الفاسد المفسد، من خلال هذا النمط الروتيني الذي اعتادته الأمة كلما جاء الصيام. كلما يأتي الصيام على الأمة أن تخلع جلباب الذنوب وثوب الخطايا، وأن تشمر عن ساعد الجد والعمل، وأن تقبل على أبواب التوبة، وأن تتخلص من صور التيه والضياع والتغرب هذا الذي تعيشه في باقي سنية باقي أيام سنتها. ولكن وللأسف ما الذي يجري؟ نفاجأ بأن الأمة تزيد من رصيد الذنب، وتزيد من ارتداء عباءات الذنوب والخطايا والآثام، وتزيد من إقبالها على مستنقعات الشهوات تعب منها عبا. فنهارها نوم وتسالي، وليلها إعلام ودشوش وسهرات وخيمات رمضانية ابتدعوها في هذه الأمة بدعة كفرية تسللت إلينا حتى تفقدنا نور وضياء وسناء وبركات وخيرات هذا الشهر العظيم. جزء من المؤامرة، جزء من المؤامرة ينفذ على الأمة يطبقه أولئك الذين يشغلون الأمة بمزيد من العهر ومزيد من الفجور ومزيد من مسلسلات الرقاعة وأفلام الخناعة وأغاني الهبوط ومزيد من هذا التيه الذي تجتذب إليه الأمة شيبا وشبابا رجالا ونساء مع قوة دعائية إعلامية غريبة تسلط الأضواء على هذا العبث تحت ستار رمضانيات وتسلية الصيام وما إلى ذلك. العمل بالتنزيل، لو أننا نظرنا إلى التنزيل ونظرنا إلى الخطوط العامة فيه لاكتشفنا أننا في واد، ومراد الله منا في واد. لاكتشفنا أن رمضان في جهة ونحن في جهة، وهذا الذي نعيشه ليس رمضان الله الذي أنزله وجعل ثمرته التقوى، إنما هذا رمضان الدشوش ورمضان الكروش ورمضان القروش ورمضان العبث والتسالي ورمضان مواسم الغفلات وزيادة المعاصي والملهيات. أي رمضان هذا الذي نعيشه وننتظر منه رحمة وخيرا وبركة؟ والعجيب في الأمر يا سادة، العجيب في الأمر بأني أجد الأمة تنتهك حدود حرام الله وتتجاوز كل الخنادق التي وضعها بين الأمة وبين ما نهاها عنه، تقبل عليه، تضيع وقتها، تضيع ليلها، تحبط أجرها وثوابها، ومع ذلك تحافظ على النافلة وتتعصب لها وتعلن أو تظهر من نفسها من الحرص ما يجعلك تعجب وتحتار، تلك التي تضيع الفرائض وتنتهك المحرمات هي نفسها تحرص على النافلة. تجدون حرص الناس على التراويح، وما التراويح إلا نافلة من النوافل يا سادة، قد تصليها في بيتك يجوز، قد لا تصليها يجوز، قد تصليها ركعتين يجوز، وستة يجوز، وثمانية يجوز، وعشرين يجوز، وألف يجوز، لأنها من قيام الليل، ولكن هي نافلة، هي نافلة لا تزيد على هذا، ولا يمكن أن تشرع بغير هذا، ومن اعتقد غير هذا فهو آثم بل يخشى عليه. وتجد حرص الناس على هذا واختلافهم وصراعهم وإقبالهم، وهذا طيب، لكن كنا نود أن يكون حرصنا على الفريضة وحرصنا على الوقوف عند حدود الله كحرصنا على هذه النوافل وعلى هذه الصور من السنن التي يحرص الناس عليها يا سادة.